من جانبه قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية إن مصر استطاعت القضاء على فيروس سي بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الصحية بمصر. وبسبب كل هذه المجهودات مصر بالفعل قامت بمكافحة هذا المرض ب97% في 8 سنوات، وهذا يعني أنها قد وصلت إلى الهدف المرجو. ولنتذكر في أغسطس 2019 زرت مصر وأنا رأيت بعيني شغف فخامة الرئيس والالتزام على جميع المستويات.